وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب على تعديل المادة الثانية من مشروعي قانوني تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة والتي وافقت على التعديل الخاص بتشكيل اللجنة البت في طلبات التصالح لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون. كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة المنظمة لعمل اللجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.